تحاول آزاد التقاط صورة والدها العسكري المخطوف خالد مقبل. هي تشارك في اعتصام لا تدرك أسبابه، تعرف فقط أنها بدل أن تكون في منزلها تنام في هذه الخيمة. والدتها وجدتها تلقتا اتصالا من خالد. زوجي اليوم دق لي بالليل وقال لي نوني بخطر، نوني بدني ندبحوا اليوم إذا ما بتحب. أنا ما بدي يطلب من الدولة لأنه دولتنا فيش، ما بيطلع من أمرها شيء. أم العسكري حسين عمار لم تنم أيضا من القلق. قال لي على التليفون قال معنا ثلاثة أيام، إذا كان ما بتصرفوا ما بتقطعوا طيران ما بتعملوا شيء نحن خلص خلصنا. اتصل فيني اليوم الساعة 11:30 بالليل ورجع اتصل فيني الساعة 2:00، قال لي ما بقى عندي وقت. ملف دقيق، الملف دقيق، الملف دقيق، والشباب عيدبحوا، الملف دقيق والشباب عيدبحوا، منا عارفين ايش. والى اوتوستراد القلمون اتى وفد من عائله العسكري بيير جعجع للتضامن مع اهالي المعاون ابراهيم مغيط. كذا يوم تلاقينا اتصال انه رح يتباعوا العساكر كلهم رح يندبحوا بيير جعجع، اذا ما تظاهرنا مسكرنا طرقات، ما ردوا لهم الاسر، ما تفاوضوا على الاسره. انا بدي وجه كلمه للدوله، دول كبرى بتفاوض على عسكري واحد، ليش دولتها العساكر منا سائليني عنهم؟ الاهالي عمدوا الى قطع الاوتوستراد بالاتجاهين ليبقى الطريق البحري سالكا امام السيارات.